كان في تواصل بين الحارة وبين الجيران، يعني الجيران يعتبرون كأسرة واحدة، تعاون جيران وزيارة الجيران بعضهم بعض وتواصلين، وكل جار عاد في جاره ويزور، لو ما زاره يزورون الجيران الثانيين، في تواصل بينهم الرجال والنساء. حتى النساء في اجتماعات بينهم هاك الوقت. أنا جينا الرياض عام 73، طبعا شغلة ما فيها من أول، ولا كان في هوات ولا في شيء، فيه برقية هذه من الملك، على وقت الملك عبد العزيز وسعود أمنوا القرى، كل عاصمة بلد، مثل عاصمة الوشمشقرة، عاصمة سدير المجمعة، حطوا فيها برقية يسمونها برقية، جهاز اتصال، جهاز اتصال له مطور يشغل ذا، وفيه واحد متدرب البرقيات ورسائل وكل شيء، هذا طريقة الاتصال. بعدين الخط عاد جت بعد ما مشت البرقيات، صار فيه البريد، البريد ينقل بين المدن الرسائل.